بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن تبعه واهتدى بهداه، وبعد، فقد عشنا أياما مباركات في رحاب القرآن الكريم في هذه المسابقة، والتي ابتدأت فاعليتها منذ أسبوع تقريبا، مسابقة الشيخ جاسم بن محمد الثاني في فرعها الدولي أول الأوائل في دورتها الثانية. وقد شارك في هذه المسابقة 70 متسابقا من 25 دولة، وهذه المسابقة تعد مسابقة فريدة في نوعها من حيث الكم والكيف، حيث كم الأسئلة التي يعرض فيها وكيفية أو نوعية هذه الأسئلة هي بحق فريدة في من هذا الباب. وحقيقة استمتعنا بهذه التلاوات، وخاصة أن هؤلاء المتسابقين ليسوا غيرهم ممن يشارك في المسابقات الأخرى، بل هم خيرة الحفظة، حيث لا يشارك في هذه المسابقة أول الأوائل إلا من كان قد سبق له الفوز بالمركز الأول في إحدى المسابقات الدولية. ولذا شاهدنا واستمعنا شدة التنافس بين هؤلاء المتسابقين على مدار 7 أيام أو 8 أيام خلال 3 مراحل. والحمد لله وصلنا إلى ما يرضي الله، ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لهذه المهمة الصعبة. ولكن إذا قد وفقنا فمن الله تعالى، وإذ كنا قد أخطأنا أو زللنا في أمر ما فنسأل الله أن يعفو عنا، ولكن اجتهدنا قدر ما يمكننا ولله الحمد والمنة خرجت هذه المسابقة في صورة مشرقة ومنيرة كما نرى ونستمع، وهذا فضل الله على هذه البلاد. فقطر بلد طيب مبارك ترعى القرآن وأهل القرآن. لذا أتوجه إلى الله تعالى سائلا أن يحفظ أمير هذه البلاد، أن يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته ويكلأه بعينه التي لا تنام لرعايته للقرآن، لرعايته لأهل القرآن واهتمامه بهذه المسائل القرآنية. جزاه الله خيرا وبارك فيه، كما أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الأوقاف لرعاية المسابقة، ونراه قد اهتم اهتماما كثيرا وحضر معنا أكثر من مرة لمشاركته لهؤلاء المتسابقين، فجزاه الله خيرا عن هذه المسابقة. كما أتوجه بالشكر للإخوة القائمين على تنظيم المسابقة، اللجنة المنظمة، اللجنة العليا، وكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة وإخراجها على هذه الصورة المنيرة المشرقة الوضاءة. حقيقة كما قلت هي مسابقة فريدة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات كل من كان سببا في وجودها. وأتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لعل الله أن يتقبلنا ويستجيب دعاءنا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم رب العرش العظيم أن تكرمنا بالقرآن الكريم، اللهم أكرمنا ببركة القرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين،
اللهم ألبسنا به الحلل وأذكنا به الظلل وادفع به عنا النقم، اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، يا رحيم يا رحمن استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم فرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم عليك بكل من يعادي دينك، اللهم عليك كل ظالم وكل من يعتدي على الإسلام وأهل الإسلام. اللهم آمين. اللهم انصر أهل الإسلام، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفي فلسطين كلهم معينا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا، احفظهم بحفظك وانصرهم بنصرك. اللهم ثبتهم وارم عنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وها هنا نكون قد وصلنا إلى ختام النسخة الثانية من مسابقة أول الأوائل الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم. على أمل اللقاء بكم في نسخ قادمة من هذه المسابقة المباركة التي ختمت عامها 28، علما بأنه سيتم إعلان المتسابق الحاصل على لقب أول الأوائل في الحفل الختامي يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. نلتقي بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.